هي من أهم تداعيات ما يحدث في قطاع غزة التصعيد الغير مسبوق على قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي هو حجم التدمير اللي بيحصل في القطاع، بالتأكيد ليه آثار كارثية على البنية التحتية وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. وفي تقارير بتقول إنه خسائر الحرب حسب تقديرات أولية حوالي 3 مليار دولار. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكثر عن الاقتصاد الفلسطيني من الداخل. معنا دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي، ونرحب بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بيكم. يعني حابين في البداية نعرف من حضرتك تأثيرات الحرب المباشرة على اقتصاد غزة والاقتصاد الفلسطيني. في تقرير صدر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتحدث عن أرقام مفزعة للغاية، بيتكلم على أنه نصف الوحدات السكنية تم تدميره داخل القطاع، في فقدان لحوالي 400 ألف وظيفة، في تعطل وشلل كامل لكل القطاعات الاقتصادية. هو الحقيقة طبعاً ما تتعرض له غزة أو فلسطين بصفة عامة هو من أسوأ أنواع الاحتلال في العالم، بمعنى أن إسرائيل النهاردة 2014 قامت بتدمير غزة قبل كده، وإن كمان حتى 80% من المباني اللي دمرتها إسرائيل في غزة في 2014 لم تبنى لحد الآن. صحيح. وبالتالي عندما يضاف الآن إلى أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في هذا الوقت وفي هذا كده، والتهجير المتعمد والقتل المتعمد لأبناء فلسطين، هذا من حيث السياسة لا هو سياسة ولا هي حرب، هي عبارة عن دولة بتستخدم نفوذها وبتستخدم الدعم الغربي في تدمير وتهجير وفرض واقع لا يقبله إنسانية. واحنا بنشوف عن الاقتصاد، أولا الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد هش. صحيح. قائم على الإعانات الدولية، وبالتالي هناك كمان في 41% من السكان بيشتغلوا في إسرائيل، وبالتالي سواء في الضفة أو هنا. إذا الاقتصاد الإسرائيلي معتمد على العمالة اللي بتذهب لإسرائيل، هذه العمالة توقفت. الأمر الثاني كمان، الاقتصاد الفلسطيني قبل الحرب الأخيرة في 46% تمثل بطالة. صحيح. وبالتالي هنا كل ده بتقول لنا ايه؟ تعالى بقى ناخد حتة حتة ونشوف الدنيا مشيت ازاي. اولا هناك تدمير لبنية تحتية، هذه البنية التحتية تتكلف في حدود 2 مليار دولار اليوم، ده كان من حوالي 10 ايام او 15 يوم، يعني النهاردة هذه البنية التحتية تتكلف اكتر من 3 مليار دولار. اثنين، المباني اللي تم تدميرها تتجاوز 2 مليار جنيه، يبقى احنا عندنا 5 مليار النهارده خسائر مباشره في الحجر بس. صحيح. تعال خد بقى القتلى اللي هم موجودين دولت، والايد العامله اللي اتدمرت، الارض الزراعيه اللي اتجرفت، كل الصيد اللي وقف، الكهرباء اللي تعطلت، المدرسه اللي اتوقفت، المستشفى اللي اتهد، كل دي تتجاوز النهارده اكثر من 500 مليار دولار النهاردة عشان تعيد غزة إلى ما كانت عليه أو حتى تكون هناك. فضلا عن ذلك الأثار الكلية بقى، الأثار الكلية أولا توقفت البورصة توقف كامل دلوقتي، هي كانت متعثرة لكن توقفت توقف كامل، وبترتب عليها توقف كل أدوات الآلات الاقتصادية، توقفت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية وغير ذلك، توقف أيضا النقل. حضرتك بص في الشارع وشوف عدد السيارات اللي احترقت واللي كسرت واللي اتهدمت، عدد السيارات بس بتاعت الناس الموجودين فيها، عدد آلات الحركة. النهارده مجتمع فلسطين النهارده مجتمع عاد إلى ما قبل 300 سنة، هذا الأمر يمثل جريمة بجانب جريمة الحرب، هناك جريمة اقتصادية تتم في شكل على ناس معزل ما لهمش أي علاقة بأي حاجة. لا هم قاموا واختطفوا المحتجزين ولا غيره، ده أطفال المقتولين النهارده. تعال خد بقى كمان رأس المال البشري، النهارده رأس المال البشري اللي موجود هم عندهم تقريبا 2.3، لما ناخد 30% منهم قوة عاملة يعني حوالي 700 ألف إيد عاملة، ال 700 ألف إيد عاملة النهارده شوف مستقبل الطلبة، مستقبل الأولاد، العدد الطلبة اللي توفوا النهارده الأولاد الأطفال النهارده في مستقبل العمالة ومستقبل التنمية في أرض فلسطين. شوفوا السيدات والمدرسات والناس الموجودين، كل ده
يمثل آثار اقتصادية على الاقتصاد تدفع غزة فاتورته على مدار 50 سنة قادمة، لأن ما يحدث في هذه الحالة هي جريمة بكل معاني الكلمة، لا يمكن وصفها على أنها حرب. الحرب عندما يكون جيشين قصاد بعض، لكن لما يبقى جيش مقابل أطفال ده جريمة كبيرة. الآثار الاقتصادية اللي تأثرت بها غزة وستتأثر بها الأمة العربية، ليه؟ لأن في الآخر خالص البنايات دي كلها هتبقى من خزانة الأمة العربية، من خزانة الدول العربية، وكذلك الدولة المصرية كمان تتأثر. هذا الأمر اللي موجود يمثل فاجعة اقتصادية موجودة بكل تأكيد في هذا الوقت، وتتطلب هنا ضرورة معالجتها بسرعة حتى لا يحدث تداعيات على الأزمة. ما إجمالي الخسائر التي تحملها الاقتصاد الفلسطيني في أدنى تقدير لم تقل عن 400 مليار دولار حتى يمكن أن تعاد إلى ما كانت عليه بغض النظر عن ما كانت. النهاردة كمان أضيف حتى القطاع المصرفي، لما يتوقف القطاع المصرفي النهاردة نهائيا وما فيش تداولات، إذن معنى ذلك الإقراض توقف والإيداع توقف وحركة الأموال توقفت. الأمر الثالث وهو القوى الشرائية، أجور العمال النهاردة، أجور العمال كانوا بياخدوا تقريبا 1.5 مليار شيكل، يعني 347 مليون دولار، وده بيأثر. النهاردة الناس ما عندهاش فلوس، وبالتالي التضخم ارتفع إلى أعلى درجة، وعشان التضخم ارتفع إلى أعلى درجة إذا عدم توافر الأموال اللازمة، وبالتالي يؤثر على حركة التبادل التجاري. الأمر الآخر وهو التبادل طيب التجاري دكتور محمد الأخرى. طيب دكتور محمد، يعني خلينا نتكلم على التبادل التجاري. الحقيقة من 2007 تقريبا يعني الكيان الإسرائيلي فرض حصار على قطاع غزة، إن كان حصار على حركة الأفراد أو حتى البضائع، وبالفعل معظم البضائع والواردات الفلسطينية كانت بتمر عبر موانئ ومعابر إسرائيل. فيمكن حتى حسب التقارير أنه بالفعل الكيان الإسرائيلي حقق نمو يصل نسبة 7.2% بسبب يعني هذه التجارة، بسبب التجارة الفلسطينية. سؤال حضرتك يا فندم، مدى تشابك الاقتصادين مع بعض، وكيف سيؤثر على قطاع غزة بشأنه؟ هنتكلم تحديدا على فكرة حركة البضائع، وحتى لأي مدى هو متشابك مع الاقتصاد الإسرائيلي. هو الحقيقة طبعا غزة، قطاع غزة قطاع محتل من إسرائيل وهي المسؤولة عنه، وبالتالي هناك معابر ما بين إسرائيل وما بين غزة والتبادل التجاري. أولا غزة تعتبر سوق تجارية بالنسبة لإسرائيل، لأن في هذه الحالة هي تستفيد، فعندما تمنع عنها الاقتصاد الإسرائيلي بيتأثر. لكن كمان ما ننساش أن المواد الخام اللي داخلة، هو منع عنها حتى المادة الخام اللازمة للإنشاء، حتى المادة الخام اللي لازمة منع عنها كل الحاجات، فده في حد ذاته هيأثر على أثر من خلال الفترة الماضية كثيرا على الإنتاج الداخلي في فلسطين، والنهاردة توقف الإنتاج الداخلي في فلسطين خالص. معنى ذلك أن النهاردة عجلة الإنتاج، النهاردة قطاع التجارة الخارجية غير موجود، تجارة خارجية إطلاقا، تبادل تجاري ما بين الدولة قطاع غزة ودولة الاحتلال، والمنفذ الوحيد هو منفذ رفح، هو المفتوح، وبالتالي مفتوح دلوقتي عشان الحالات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية. إذا معنى ذلك أن القطاع هذا توقف تماما الدخول والخروج منه كل عوامل الإنتاج فيما عدا العامل الداخلي، وده اللي هو بقى الفلسطينيين بنفسهم دلوقتي بيشتغلوا على العامل الداخلي، إن هم إزاي بالموارد الذاتية المحدودة والداخلية انهم يديروا عجله الحياه اليوميه. والمعروف ده تحدي دكتور شواد في يعني قوي جدا وصعب امام المواطن الفلسطيني، خصوصا ان الاقتصاد في غزه هو اقتصاد هش بيقوم على انشطه بدائيه، يعني بنتكلم على الصيد او على الاراضي الزراعه مثلا والاراضي الزراعيه. فيما يتعلق بقطاع الزراعه، هو قطاع مهم جدا في قطاع غزه، الارقام بتقول لنا ان 25% من الاراضي الزراعيه في غزه تم اتلافها واحراقها من قبل الاحتلال وتجريفها، بنتكلم على 45 الف فدان. هذا قطاع هو يعتمد عليه اهلنا في غزه للاكل وبشكل مباشر. شايف مستقبله ازاي يا فندم، وازاي يمكن تدارك تداعيات التدمير الذي حدث في قطاع الزراعة داخل غزة؟ شوف يا فندم، أولا هم وقفوا قطاع الزراعة خالص، لأن قل لي فين الفلاح النهاردة اللي يقدر يصحى من النوم يروح مزرعته وفي طيارة فوق منه بتضربه، أو في واحد عسكري إسرائيلي بيهدده بالسلاح.
اذا النهارده عجله الانتاج الزراعي حتى توقفت والصيد توقف، النهارده احنا قدام جريمه كبيره جدا من قدام العالم كله، والعالم الغربي بيدعمه، هو دع النهارده القضاء على اقتصاد قطاع 2.3 أو 2.5 مليون النهارده من القتل. الزراعه النهارده توقفت، هم خدوا 45% من الزراعه. صحيح. الشريط اللي هم اخذوه النهارده كمان الارض الزراعيه اللي موجوده، حتى الجنوب النهارده، الجنوب غزه النهارده مباح قتل الناس فيه وموجود. اذا النهارده توقفت الزراعه وتوقفت الصيد، والحركه النهارده خلال يعني كل يوم بنعرف ان في زياده في الهدم وزياده في التدمير وزياده في القتل، وبالتالي هنا احنا هذا القطاع مهدد بالتوقف الكامل عن الحياه، وهذا يتطلب بقى ازاي نعالجه؟ ان يكون هناك قوه واراده دوليه. صحيح. حتى تفرض. صحيح. على اسرائيل ان تتوقف عن ذلك. الحرب له معنى. صحيح. الحرب جيوش والحرب اسلحه، وهو الحل أسلحة. الحل كما ذكرت دكتور شواتفي هو ان يتم ايقاف اطلاق النار فورا لكي تستعيد غزه حياتها من جديد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي، كنت معانا على الهواء.